حياكم الله. أصبحت الرقمنة اليوم جزء من أي مشروع جديد، حتى لو كان مشروع بسيط تديره من منزلك. فالأدوات الرقمية اليوم أو التطبيقات والمواقع المختصة لهذا الأمر صارت تتوسع في استهدافها للعملاء، وقامت تعمل أنظمة متخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وحديثنا اليوم في برنامج البوصلة بنتكلم عن ليش أنت اليوم كصاحب مشروع جديد لازم تتبنى الأدوات الرقمية في إدارة مشروعك. فأول فائدة هي لتحسين النظام، وهذا يعني أن الأدوات الرقمية اليوم بتقدر تساعدك في تنظيم الأعمال والمهام بطريقة أكثر فعالية، ويكون هذا من خلال تتبع المهام والأنشطة. فيمكن اليوم للمدير أن يتأكد من كل شيء قاعد يمشي وفقاً للخطة. 2، تعزيز التعاون. الأدوات الرقمية اليوم تسمح بالتعاون بين أعضاء الفريق بطرق لم تكن ممكنة من قبل، حيث يمكن مشاركة المستندات والمعلومات بطريقة بسيطة جداً، ويكون التحديث بين الموظفين أو بين فريق العمل في نفس اللحظة في نفس الوقت الفعلي. 3، المراقبة والتحكم. من خلال الأدوات الرقمية يقدر المدير أن يراقب تقدم المشروع والمهام المعينة، ويتحقق من مراعاة المواعيد النهائية، والوقت حاجة مهمة. 4، زيادة الكفاءة والإنتاجية. فالأدوات الرقمية اليوم توفر الوقت والجهد في العديد من المهام الروتينية، وتساعد في تحسين الكفاءة في هذه المهام. 5، فائدة هي التواصل الفعال. يتيح استخدام الأدوات الرقمية اليوم التواصل بين الفرق والأقسام المختلفة بطريقة سهلة وفعالة. فبدلا من الاعتماد على البريد الإلكتروني، المكالمات أو الواتساب، نقدر نستخدم هذه المنصات اللي تختصر العديد من الوقت علينا. في النهاية لازم نعرف أن هذه الأدوات الرقمية تتطور بشكل سريع في هذه الأيام، وأصبح جزء من مهامك أنت اليوم كصاحب مشروع أن تبحث تجتهد للحصول على أفضل أنظمة اللي ممكن تزيد من فعالية وكفاءة مشروعك، وتقلل تشتيتك أنت من المهام الغير رئيسية، تعطيك مساحة للنمو والإبداع في أعمالك التجارية.